هذه الدعوة الكريمة اتاحت فرصة مشاركة في هذه الذكرى القيمة الحدث التاريخي المحوري الذي شهدته المنطقة والذي أثر على كل يعني أحدث تداعيات سياسية وأثر على بنية المجتمع والواقع السياسي والاجتماعي والثقافي. لا يمكن تناول هذا الحدث المحوري والهام دون العودة إلى سياقات تاريخية. نحن نتحدث عن فترة كانت يشهد فيها الإقليم يعني كان يخضع إدارة الاستعمارية الإسبانية. نتحدث عن مجتمع بدوي تغلب عليه طابع البداوة، حديث عهد في تمدن حينها، وتمدنه كان تمدنا قصريا أرغم على الدخول في ما يشبه مراكز قروية وشيء من هذا القبيل ربما لا تستحق تسمية المدن حتى. هذا المجتمع يعني الواقع هذا غياب ثقافة التمدن غياب ثقافة السياسية عززته طبيعة المستعمر. المستعمر كان يحكمه نظام فرانكوي، نظام فاشيستي، نظام عسكري، هو نظام فرانكو الذي كان خارج السياقات الدولية حينها. يكفي أن نعلم أنه كان بين حلفاء هتلر حلفاء النازية، ولم يدخل هي الأمم المتحدة سوى في نهاية الخمسينيات، وكان نظام تغيب فيه كل مظاهر التمدن ومظاهر السياسية. يعني حتى ذلك يعني الحالة المدنية التي أدخلها المستعمر لبعض الربوع مثلا في أوروبا والجزائر أو موريتانيا خاصة بقية أقاليم المغرب يعني أدخل بالرغم من كل سوءات المستعمر الفرنسي مثلا إلا أنه أدخل ثقافة مدنية أحزاب وصحافة وهيئات مدنية. هذا افتقده الإقليم في الصحراء. الذي عرفه هو الثقافة العسكرية الفاشستية. يعني من هنا كانت الحاجة لزعيم سياسي تاريخي من قبيل بصير على لم يأتي فقط بمطالب سياسية أو شعارات وإنما أتى بعقلية. هو أيضا خريج الزاوية البصيرية، خريج الاعتدال. لا شك أن ثقافة التصوف أيضا طبعت شخصيته يعني خريج يعني الاعتدال والتوسط إلى آخره، ولكن وأيضا خريج مدرسة العصر، وأيضا شخصيته التي طبعها أيضا البعد الديني والبعد الوطني والبعد القومي من خلال تجربة دراسته في مصر وتأثره بمدرسة الناصري. كل هذا الزخم الذي تتمتع به شخصية بصيري انعكس على التجربة السياسية التي تزعمها والتي قادها. وبالتالي بصيري لم يأتي فقط بتنظيم سياسي، أعتقد أنه أتى بعقلية وبثقافة يطبعها التمدن، التصوف المعتدل، البعد الديني والبعد القومي. نأتي هنا لهذا الحدث المحوري، كيف كان إقليم الصحراء قبله وكيف أصبح بعده. حالة من الجمود السياسي كانت تطبع المنطقة. مستعمر استطاع أن يقضي على المقاومة، استطاع أن يناور جيش التحرير وبسط نفوذه، وهناك أطراف أخرى بينها طرف رئيسي هو المغرب يطالب بالإقليم. بدأ في طرح الملف على مستوى الأمم المتحدة منذ سنة 1957، ولكنه استطاع أن يرفعه إلى لائحة الأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، لائحة الرابعة سنة 1965. رغم ذلك الإدارة الاستعمارية تناور بخلق هيئات تابعة لها، يعني بدأت في تعاطي مع المطالب السياسية من خلال خلق هيئات ديكورية تحتضن أساسا البنية التقليدية، الشيوخ القبائل، ما يسمى المجالس الكورتس آنذاك وإلى آخره، وفي يعني في إصرار على تكريس الثقافة البدوية وتغيير الثقافة المدنية. يأتي بصيري ليحدث إطارا سياسيا مدنيا يعبر عن تطلعات وعن أحلام وعن طموحات الصحراويين في العيش الكريم، في الحرية، في الرفاهية، في يعني في 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 النمو وفي التقدم وفي الازدهار. بغض النظر عن موقفه السياسي الذي نجح البوليساريو في السطو عليه كما أشار الإخوة، أنا أعتقد أنه بصيري جاء بقيم أيضا، لأنه حينما أراد تنزيل هذا المشروع السياسي
الصحراويين لم يأتي بمطالب مستحيلة، يعني لم يطلب بجلاء الاستعمار مثلا دفعة واحدة، كان عقلانيا وكان واقعيا. وأنا أعتقد أننا هنا الآن في هذه المرحلة نحتاج لهذه القيم. أنا أعتقد بخلاصة على أنه الكلمة السواء للخروج من هذه المعضلة، معضلة نزاع الصحراء الغربية، هي مصير بعقلانيته، باعتداله، بوسطيته، ببعد رؤاه. لن أعيد الحديث عن ما جرى في حدث الزملة من كيفية التأسيس والخلايا السرية وربط الاتصال بالانفتاح بمختلف الأوساط على مختلف الشرائح وعلى مختلف القبائل. لم يكن حبيس القبيلة ولا حبيس العائلة ولا حبيس الإقليم، كان منفتحا جدا، وهذه أيضا قيمة نحتاج إليها. لكن ماذا أحدث عمليا هذا الحدث؟ ما هي تداعياته؟ مباشرة بعد حدث الزملة تحركات دولية، كل الدول المعنية بإقليم الصحراء بنزاع الصحراء بدأت تتحرك. انعقدت قمم لرؤساء الدول المعنية دول المنطقة، المغرب، الجزائر، موريتانيا، ثلاث قمم مباشرة بعد هذا الحدث، قمة نواذيبو، قمة أكادير، قمة بشار، والتي كانت لا تزال موريتانيا تصر على مطالبها في الإقليم، ولكن هواري بومدين عبر حينها عن دعم لمطالب الطرفين الآخرين الذين هما المغرب وموريتانيا في هذه القمم. هذه القمم أيضا جاءت بمتدخل آخر وهو القذافي. في سنة 1971 سيزور القذافي موريتانيا، معمر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسيضع أيضا يده في سيدي بدلوي، وسيطالب بجلال الاستعمار، يعني في حال ربما لإقصائه من بسبب إقصائه من القمم التي نظمها زعماء ثلاثة زعماء دول المعنية، سيطالب بجلال الاستعمار بمبرر أنه أصوله من ساقية الحمراء، وجد هذه الصلة، وخطب في أطار حينها أطار الحاضرة الشمالية قريبة من الحدود، وقال أنه سيدعم بالمال والسلاح الصحراويين. حينها طبعا أشير في الوثائق بعجالة على أنه تم ترحيل أحد القيادات، وهو أقصد أعتقد اسمه محمد عبد الله الرباني، أحد قيادات تنظيم بصري إلى موريتانيا، لكن أيضا رحل قيادات آخرون بينهم أحمد القائد صالح وبينهم مجموعة من القيادات الذين احتضنوا لاحقا تأسيس البوليساريو في الزويرات، رحلوا إلى موريتانيا. ولكن بحسب بعض الشهادات، أعتقد عبد الله دخيل أحد مؤسسي البوليساريو مؤخرا بشهادة في وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث على أن القذافي هنا دعم بالمال تنظيما قبل تأسيس البوليساري على أنقاض تنظيم بسيط قاده قيادي رباني في موريتانيا، وكان هو صندوق مالي بتمويل ليبي موريتانيا. هذه بعض التداعيات الكبيرة في كل محيط الإقليم التي أحدثها حراك بسيط. يجب أن أركز أيضا على تحول العقلية الصحراوية بسبب هذا الحراك، يعني لاحقا ستظهر هذا التنظيم الذي دعمه القذافي، ستظهر البوليساريو، سيظهر البونس، وسيظهر حتى الحراك النقابي المدني من خلال العمالة الصحراوية في منجم فوس بوكرا. لولا حراك بصير لما كانت كل هذه الحركات المدنية السياسية والثقافية والنقابية، بمعنى جاء بقيم التمدن وبقيم المواطنة، وحول عقلية المجتمع من مجتمع بدوي قبلي منغلق بسبب الحكم الفاشيستي في إسبانيا إلى مجتمع مدني يؤسس إطارات سياسية ويطالب بحقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية وينتزعها، لأنه اضطرت إسبانيا إلى الاستجابة لمطالب حراك بصيري، وبدأت توظف الصحراويين في المنجم وفي الإدارة وفي الأجهزة الأمنية، وبدأت تساويهم بالمواطنين الإسبان من حيث يعني من حيث رواتب إلى آخره. طبعا أؤكد على أن كل هذه القيم التي زرعت في المجتمع الصحراوي كان مصدرها بصيري، بصيري المنفتح، بصيري مؤمن بقيم السلمية، بصيري المتمدن، وبصيري ابن الزاوية ذو الخلفية الدينية المعتدلة. الآن نحن في هذه اللحظة المحورية أيضا نشهد تحولات سياسية وجيوسياسية في المنطقة خطيرة جدا،
رسالة تعلن عن العودة إلى الحرب وتعلن عن بيانات يعني شنها لهجومات عسكرية وشيء من هذا القبيل. المغرب يحقق انتصارات ميدانية، يسيطر على الجبهات، يوسع من جداراته العسكرية في المنطقة ويقدم المزيد من الأراضي. موازين القوى تتغير في هذه اللحظة. في هذه اللحظة يلوح الأمل أيضا، لأنه حينما تتغير موازين القوى يعاد ترتيب الأوراق ويفسح المجال للتفاهمات ولعقد توافقات جديدة. الآن أعتقد أننا الأطراف والمجتمع جميعهم في حاجة لاستحضار روح بصيري المؤمن بقيم العقلانية والواقعية، بصيري المسالم المؤمن بقيم السلمية والمؤمن بقيم التمدن وبقيم المواطنة. أعتقد أن هذه المبادئ الأربعة والخمسة التي عددتها الآن من بين المبادئ أخرى، وبصيري أيضا الحكيم والمتبصر، هذه المبادئ لربما ستؤسس لأي إمكانية لتحقيق حل سلمي وعادل ومتفق عليه وتوافقي من شأن أن ينهي هذا النزاع. نحن في حاجة لكلمة السواء التي هي بصيرة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك الأستاذ بن عبد الفتاح محمد سالم، وأقول كلمتك لا أزيد على أن أصفها بالمليمترية، إذ كان الفواصل فيها محكمة لم تتح لي مجالا واسعا لأنسج ما أنسج. بدأتم كلمتكم بالحاجة إلى هذا الزعيم قبلا، وختمتموها بالثمار اليانعات التي نجمت عن حركته وعن فعله، وقلت في جماع ما ظهر لي من كلمتكم تحدث عن بصيري باعتدالي كأن الوصف من أحد الرجال تحلل فكره والخلق كلا كذا رصدا لكل في المقال أبنت الحق إذ جهد المفدى ثمارا ناضجة بالخلال. ثم أقول إذا افتتحنا هذه الجلسة الحوارية، المحاورة هي مجاراة الكلام بين طرفين على الأقل، وأنا لم أجاري أحدا من الجالسين جنبي ولم أقاطعه لتماسك الخطاب ولدقة الجواب ولظرافة الأحباب، غير أني افتتحته بهذه المسألة من مقتطف من أمير المؤمنين رحمه الله، وزدت مقتطفا ثانيا وأذكر مقتطفا ثالثا يبين هذا الوعي عند المغاربة قيادة وشعبا، وأننا خبيرون خبراء بما يقع. فقد ورد في خطاب من خطابات أمير المؤمنين الكشف عن السبب الرئيسي لكل هذه المناورات من إسبانيا من الجزائر من غيرهما. قال حفظه الله وأيده وسدد خطاه وشفاه وعافاه، غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا. لا يزيد الأمر على أن يكون مماحكة ومساومة في سوق الظلام، في سوق الخبث، في مضمار تحاسد غير المسلم للعقول والنفوس السليمة. فأنتم تعرفون أن البلد برجالها وناسها، وتعلمون أن هذه الحقائق المقدمة في الشريط الوثائقي
والتي ثرت في هذه الجلسة الحوارية من سيدي عبد الهادي بصير، وقد وديت أمرا سأجعله طلبا بين يدي سيدي مولاي إسماعيل بصير، كذلك الحقائق العقلية المنطقية الحجاجية من كلمة الدكتورة عائشة، وكذلك التحليل السمياري من خلال كلام الأستاذ محمد سالم. فأقول بعد اجتماع معطيات أخرى لا بد من إعادة هذا الوثائق ليضم هذه التحاليل كلها، فلن تزيده إلا قوة وإلا ظهورا وإلا جلاء لمن لا يفهم بالصريح. فإن البلاغيين عندهم من القواعد أنك تخاطب تشرح الواضح إذا أنزلت المخاطب منزلة الجاهل، فقد يجاهل عنادا وقد يجادل مكابرة، وتنزيله منزلة الجاهل لغرض الإحراج ولغرض الإمعان في اللجاج هذا مقصد مهم قد ظهر في الكلمة الثلاث. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فإن بدر في تسهيري ما يدل على التقصير فالعفو والصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.